بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أطهر خلق الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. صباحكم مبارك سعيد، ملؤه السعادة والرضا، ملؤه التفاؤل والأمل والثقة بالمولى عز وجل. جمعة طيبة مباركة موفقة في مرضات الله سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بكم جميعا مشاهدينا في رحاب هذا العدد الجديد من برنامجكم اليومي ضحى القناة. نترافق مع بعض على مدار ساعتين من الزمن بحول الله تعالى، بدءا من الآن 10 صباحا لغاية حدود منتصف نهار هذا اليوم الطيب المبارك. نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا دائما في خدمة كتابه وسنة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقفة مع أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم آمين يا رب العالمين. إذن كان هذا واحد من أذكار الصباح التي أوصانا وحثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على ترديدها، لما في ذلك من فضل عظيم، لما في ذلك من ثمرات نجنيها في الدنيا والآخرة، من انشراح في الصدر، سكينة وطمأنينة في القلب، والفوز بمعية الله سبحانه وتعالى وذكره للعبد الذاكر في الملأ الأعلى، مثل ما جاء في حديث شريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول المولى عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أمين يا رب العالمين. نتوقف الآن مشاهدينا لنتعرف على توقعات أحوال الطقس لهذا اليوم المبارك. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. رواه البخاري. صباحا يصبح العبد بصحة وعافية يصلي ويذكر المولى عز وجل، فاللهم لك الحمد ولك الشكر على كل ما أصبحنا به من نعم. نحييكم من جديد مشاهدينا الأكارم. قبل المرور إلى فقرتنا الموالية، لا بأس هكذا بإطلالة سريعة على مواضيع برنامج ضحى القناة التي خصصناها لهذا اليوم المبارك، الجمعة السادس من شهر جماد الثانية 1441 31 من شهر جانفي 2020. البداية نستهلها مثلما عودناكم صباحة كل يوم جمعة مع بلابل القرآن الكريم صغار المجتهدين في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ركن غذاؤك حياتك مع الأستاذ كمال فليسي. سنخصص عدد اليوم للإجابة على تساؤلات المشاهدين الأكارم مع فتح الخطوط الهاتفية طبعا لاستقبال المزيد من التساؤلات حول الغذاء الصحي، كلها تساؤلات يجيب عليها بحول الله تعالى الأستاذ كمال فليسي. لا بأس بالتذكير بأرقامنا الهاتفية 021 39 42 42 021 39 43 43. تليها مباشرة فقرة المستهلك. يحضر معنا السيد خالد بالبواب نائب رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك. نواصل دائما مع موضوع حوادث المرور والتحسيس بأخطار هذه الحوادث. دائما ما تزال يعني طرقاتنا تحصد عشرات الأرواح يوميا هذه الحوادث الخطيرة، لا بأس دائما بالتذكير بخطورة هذه الحوادث. مسك الختام همس القلوب مع فضيلة الشيخ الأستاذ عيسى أبو خدوني. حديثنا اليوم سيكون حول حقوق الوالدين وتحديدا حق الأب. نسأل الله تعالى أن يحفظ أباءنا جميعا ويرحم الأموات منهم، أمين يا رب العالمين برحمتك التي وسعت كل شيء. أما الآن مشاهدينا فنمر مباشرة إلى فقرتنا الموالية، رسوم المتحركة الهادفة غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن ابتدينا بالرسول الكريم، نحن
اهتدينا. نحن بالخير والسلام أتينا، والكتاب الفرقان بين يدينا. فإذا ما كتب القتال علينا وهو كره لنا إليه مضينا. أين جند الشيطان والشر؟ أين نحن جند الحق الذي ليس يقهر؟ الله أكبر، الله أكبر. رفع هذا الكافر السيف ليهوي به على رأسي، أدركت أني هالك لا محالة. ها قد طلبت الموت وستناله الآن. بل أنت من سينال الموت أيها الكافر اللعين. أبو عمرو، أراك تذكرتني، وكيف لا تذكرني وأنت سرقت أموالي وبيتي؟ لقد أتيت في الوقت المناسب يا أبا عمرو. هل قتل محمد؟ لا أعلم يا هند. لقد سمعنا بخبر قتله، ثم سمعنا أنه ما زال على قيد الحياة. لقد تفحصت جثث القتلى ولم أجد محمدا بينهم، فلعله ما زال حيا، أو لعله قتل فحمله أصحابه إلى شعب الجبل. أترككما الآن. إلى أين يا هند؟ لدي مهمة خاصة، أخيرا سأشفي غليلي منك يا حمزة. ما هذا الصوت؟ إن المشركين بقيادة خالد وأبي سفيان يحاولون مهاجمتنا. نعم، عندما أراد المشركون هجومنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوهم يصعدون الجبل. وبدأنا نشتبك مع المشركين، فتراجع المشركون وابتعدوا عن الجبل جميعهم. ولكن بعد فترة قصيرة سمعنا صوت أبي سفيان من أسفل الجبل: أفيكم محمد؟ قال الرسول: لا تجيبوا. فارتفع صوته مرة أخرى: أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ يا للبشرى، لقد قتلوا جميعا، إذن فآلهتنا هي الأعلى. فقال عمر بعد أن أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل. يا عمر، أقتل محمد؟ فقال عمر: لا، إن رسول الله بخير ويسمعك الآن. وبعد أن رحل أبو سفيان طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يتفقد المشركين، وذهب علي لينفذ ما أمره به رسول الله. وماذا فعل الرسول بعد علمه بمقتل عمه حمزة بن عبد المطلب؟ حزن حزنا شديدا وبكى عند رؤيته، خاصة بعد أن مثلت هند بجثته. ألهذا الحد كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فقد كان حمزة قبل إسلامه يحب الرسول ويدافع عنه، وبعد إسلامه زاد حبه له. وعلي بن أبي طالب هل عاد بخبر المشركين؟ نعم، وقد أخبر الرسول بتوجه المشركين نحو مكة، فقرر صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة بعد دفن الشهداء. ولماذا خرج رسول الله مرة أخرى لملاقاة المشركين؟ رسول الله عندما عاد إلى المدينة كان يفكر إنما حدث هزيمة ليس نصرا كاملا للمشركين، ولذا ليس ببعيد أن يرجعوا من الطريق لغزو المدينة. ماذا؟ غزو المدينة؟ وإلى أين اتجهتم يا عم زيد؟ توجهنا إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، فعسكرنا هناك وأشعلنا نارا كبيرة توهم من يراها بكثرة عددنا. من هذا الرجل الذي خرج من خيمة الرسول؟ إنه معبد بن أبي معبد الخزاعي. معبد؟ نعم أعرفه. وماذا يريد هذا الرجل وهو ما زال على دين آبائه وأجداده؟ لم يعد كذلك، فلقد أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.
سيدي إبليس، أراك غاضبا للغاية. لقد فشلت في النيل من محمد وأتباعه، ولكن قتل منهم 70 رجلا. ولماذا لا يقتلون جميعا؟ لماذا يزدادون عددا؟ لذا لابد من القضاء عليهم. لو ظللت هكذا ستنفجر من الغيظ. اغرب عن وجهي ودعني افكر. كأننا لم ننجز شيئا يا سادة قريش. كيف تقول هذا يا عكرمة بعد انتصارنا؟ أي انتصار تتحدث عنه يا أبا سفيان؟ هل قتلنا محمدا؟ هل أسرنا أحدا من المسلمين؟ هل استطعنا غزو المدينة وتدميرها؟ أجبني. إذن ينبغي الرجوع إليهم مرة أخرى لنقضي عليهم. من القادم يا ترى؟ إنه معبد بن أبي معبد الخزاعي. عمتم مساء يا سادة قريش. ما وراءك يا معبد؟ لقد جئت لأخبركم أن محمدا قد خرج مع أصحابه يطلبكم، ورأيت على وجوههم غضبا لم أرى مثيله. ويحك، ماذا تقول يا رجل؟ أقول ما رأيته يا زعيم قريش. ولكننا أجمعنا على العودة لنقضي عليهم. على أي حال، لقد أبلغتكم بما رأيت، فافعلوا ما ترون. اللهم اجعلني ممن ينصرون رسولك والإسلام. ما قولك يا أبا سفيان؟ ليس لنا في الأمر حيلة، لذا من الأفضل لنا الرجوع إلى مكة، فهيا نجمع رجالنا ونكتفي بما حققناه. أرى أن الكثير من الجنود قد عاتوا بإصابات وجروح عديدة. هذه هي الحرب يا ابن سلول، وعلى أي حال فهي إصابات بسيطة. من الجائز أن يكون ذلك بالنسبة لك يا زيد، لكن هناك من الجنود من ليسوا كذلك، فمنهم من فقد عضوا من جسده كاليد أو إحدى الساقين أو... ماذا تريد يا ابن سلول؟ أفصح عن قصدك. لماذا أنت غاضب يا مسعود؟ لقد قصدت فقط أنكم لو أخذتم برأيي وأتم معي إلى هنا ما كان حدث كل ذلك، وما قتل منكم أحد. نحن لسنا بالجبناء والمنافقين الذين يخذلون نبيهم. جبناء؟ منافقون؟ أين؟ على أي حال أنا لم أقصد إلا الخير، وما جئت هنا إلا لأطمئن على أقصد على رسول الله. ترى كيف حاله الآن؟ إنه في خير حال. نحمد الله على ذلك. أراكم على خير. منافقون أين؟ إنما حدث للمشركين لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة عندما ترك الرماة أماكنهم في الجبل، فشلوا فيما كانوا يهدفون إليه. صدقت يا زيد، ولن يفلحوا أبدا، فهم يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن الله سيتم نوره ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم والقادر الفخيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلوا عليه وسلموا مشاهدينا تسليما كثيرا طيبا مباركا فيها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رحلتنا الصباحية وإياكم مشاهدينا ضمن برنامج ضحى القناة متواصلة بحول الله تعالى إلى غاية حدود منتصف نهار هذا اليوم الطيب المبارك. جمعة طيبة لكم جميعا. حان الآن موعدنا مع بلابل القرآن الكريم، ندعوكم جميعا للتعرف على كل من محمد وأيوب بعد هذا الفاصل القصير. تحية مجددة لكم مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أرحب بالبلبلين الحاضرين معنا في هذا الصباح المبارك. محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله محمد قاسمي، أدرس السنة الخامسة ابتدائي، عمري 10 سنوات، وأحفظ القرآن في مسجد النور حي الثغريين.
ما شاء الله. واحفظوا من القرآن الكريم 10 أحزاب ومن المتون 10 بيوت. ما شاء الله، حفظك الله سبحانه وتعالى. سوف نعود لنتعرف عليك أكثر محمد. قبل ذلك نرحب بزميلك أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك، وشكرا على حضورك وعلى تلبية دعوة برنامج شكرا دوحة. على دعوتي. شكرا، بارك الله فيك أيوب ومحمد. الآن نتعرف عليك بكل أريحية. نبدأ معك محمد ولا أيوب؟ أيوب. مع أيوب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، والصلاة والسلام. أنا الطالب أيوب قميري، عمري 12 سنة، أدرس السنة الثانية متوسط، وأحفظ القرآن في المدرسة القرآنية والشرعية لمسجد النور حي الثغريين بالجزائر الوسطى، وأحفظ من المتون 3 متون، وأحفظ من الحديث 40 نووية. ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقك ويحفظك أيوب. متى بدأت رحلة أيوب مع كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن الكريم؟ ما 9 سنوات. 9 سنوات ما شاء الله، واليوم تحفظ قلت لي 14 حزبا، وتطمح لختم كتاب الله سبحانه وتعالى بإذن الله. عندك برنامج وضعته وقت شك حاب تختم إن شاء الله؟ سنة رابعة متوسطة إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله تكون بركات القرآن الكريم. أمين. تختم كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي الرابعة متوسط كذلك تنجح بتفوق وامتياز إن شاء الله في شهادة التعليم المتوسط. ما شاء الله، كنا دردشنا قبل قليل معك أيوب وكذلك مع محمد، نتائجكم المدرسية ممتازة الله يبارك. احكي لنا على النتائج تاعك. أنا أخذت في هذا العام في الفصل الأول 16.89 بسنة ثانية متوسط. ما شاء الله، يعني هذا يدل على شيء، إنما يدل ويؤكد مثل ما نؤكد دائما من خلال هذا الركن على تميز حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى في دراستهم، كذلك أن القرآن الكريم عمره ولا كان عائق. نعم. أمام تلاميذ. أها. تأكد لنا ذلك أيوب. نعم، بل هو يحفزنا على الدراسة. جميلة جدا. محمد، أكدنا على أن القرآن الكريم يساعدك في الدراسة وما كانش عائق طبعا أمام دراسة. نعم، يحفزني هذا القرآن لأواصل حياتي في المدرسة والقرآن الكريم. جميل جدا، والأمر ربما يتوقف على البرنامج الذي يضبطه التلميذ الطالب مع الوالدين مع أستاذ التعليم القرآني ومع المدرسة. نعم. أنك تنظم وقتك فقط، مسألة تنظيم وقت. نعم. كيفاش ينظم محمد قاسمية وقته؟ عندما أخرج من المدرسة أذهب إلى المنزل، ثم أذهب إلى المسجد أحفظ القرآن. وفي الليل أذهب ترتاح. في الصيف في الصيف تكون يعني دروس أكثر مكثفة. أكثر بما أنه عطلة. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. وعندك مدة طويلة من بديت تحفظ القرآن الكريم، ما أنك تحفظ 10 أحزاب؟ 4 سنوات. ما شاء الله، عندك 4 سنوات من بديت تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت تبلغ من العمر 10 سنوات. بمعنى كان في عمرك 6 سنوات لما التحقت بالمسجد والمدرسة القرآنية بتشجيع من شجعك على الالتحاق؟ من أبي وأمي الوالدين الكريمين. وانت تقبلت ذلك بكل صدر رحب بكل فرح وسرور ام كان فيه نوع من يعني تكاسل؟ فرح وسرور. في بعض الاحيان تتكاسل محمد؟ لا، ما تتكاسلش كامل. ما شاء الله، ما شاء الله، ربي يوفقك ان شاء الله محمد يا رب العالمين. وايوب، كنا دردشنا قبل قليل على الاخوه والاخوات كذلك يكونوا معك في البيت، كذلك يحفزوك يخلقوا جو من التنافس داخل البيت، يزرعون في قلبي حب القران. ما شاء الله، كبار عليك الاخوه؟ نعم، صابر علي واختي صغير. هم التحقوا قبلك بالمدرسه القرانيه؟ اخي التحق قبلي. قبلك، وما انه التحق قبلك هو طبعا قدوه ليك. نعم صحيح. ما شاء الله، نوجه له تحية لكل الأسرة الكريمة. الوالدين الكريمين كذلك. يوميا تدرس القرآن في المسجد؟ يوميا ندرس القرآن كل يوم؟ ما فيش يوم راحة؟ ندرس بعد المغرب. بعد المغرب نعم، ونراجع حزبين بعد صلاة العشاء. يوميا يعني كم حزب مثلا تدرسوا في الأسبوع؟ كم حزب تحفظوا جديد تحفظوا؟ كل يوم نحفظ نصف وجه. نصف وجه كل يوم. ما شاء الله، ها، والتكرار يكون ثاني يوميا حزبين كل يوم، حزبين بعد العشاء. يكون التكرار حتى ما تنساش يعني الآيات. نسترجع كل ما نحفظها. ما شاء الله، نفس البرنامج بالنسبة لك؟ نعم. درسوا عند نفس الأستاذ؟
أستاذ التعليم القرآني نفسه أستاذ شيخ الخضر، أشكره كثيرا، نحييه بالمناسبة ونحيي كل أساتذة التعليم القرآني في كل مرة نحييهم ونشكرهم على كل المجهودات. تحكينا كيفاش تحفظ وتكرر محمد؟ أكرر بعد صلاة العشاء كل يوم الحزبين، وأحفظ كل يوم نصف أوت. ما شاء الله، كل الطلبة الذين استضفناهم هنا في برنامج الضحى أجمعوا على أن وقت صباح بعد صلاة الفجر هو أفضل وقت للحفظ، تأكدوا على ذلك؟ نعم. أفضل وقت هو الصباح؟ نعم. ما شاء الله، هو الأسلوب، ما هو أفضل أسلوب لحفظ القرآن الكريم؟ هو أنت يلقينا لك الشيخ، احنا في المسجد يلقينا لنا الشيخ، نعم، ثم نقوم بمراجعتها أكثر من عدة مرات، نعم، ثم نحفظها جيدا، نتقنها، ثم نذهب لعرضها عند الشيخ. ما شاء الله، في تحفيز يعني. نعم، الشيخ يحفظكم كل شيء، الشيخ الخضر بالمختار، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ أنيس يحفظونا. الله يبارك. كيفاش علاقتك مع أستاذ التعليم القرآني محمد؟ علاقتي بين الشيخ ديالي هايلة. يعني هو يرغبك، يحببك في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. والعلاقة مع الزملاء أيوب في المدرسة القرآنية؟ علاقة جيدة، نتحب بين بعضنا، كل واحد يحفز الآخر على حفظ القرآن. جميل جدا، ما شاء الله. الآن أود أن أستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت كل من محمد وأيوب، فمع من نبدأ؟ معك أيوب، تفضل على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الحكيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، شكرا لك، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك أيوب، حفظ وخشوع، الله يبارك. نتمنى لك إن شاء الله توصل وتختم 60 حزب يا رب العالمين. يا رب. مر إليك محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك كذلك محمد، منا ولك إن شاء الله يا رب كل التوفيق إن شاء الله في ختم كتاب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في مشوارك. شاركت من قبل في مسابقات؟ حكينا على المسابقات اللي شاركت. سبقنا في مسابقات بين المساجد. نعم. في قرآن الكريم. ونجحتوا في هذه المسابقات؟ نعم. والله يبارك. أيوب كذلك؟ نعم، شاركت في مسابقات بين المساجد بلدية الجزائر الوسطى. ونجحت فيها. جميل جدا. القرآن الكريم هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، هو المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حثنا المولى عز وجل وحثنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ووعدنا بالأجر العظيم جزاء ذلك. فهل تعلم أو هل يدرك طالب القرآن هذا الأجر العظيم الذي وعدنا به الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هو كل حرف تقرأه من القرآن الكريم بحسنة، والله يضاعف لك كل حسنة بعشر أمثالها، فهو أجر كبير. نعم. لطالب القرآن الكريم. جميل جدا. ويعني الأستاذ التعليم القرآن يحفظكم ويذكركم دائما بالأجر. نعم، يحفظنا كثيرا ويذكرنا بالأجر. نعم. محمد، ما هو هدف محمد من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تحفظ القرآن؟ لأن الله قال لنا في كتابه أن نحفظ القرآن كثيرا. نعم، حثنا الله سبحانه وتعالى. نعم، وكل سؤال وكل آية من القرآن بها حسنة، والله يضاعف الحسنات. كل حرف يعني من القرآن الكريم. والأجر كذلك يكون للوالدين الكريمين. نعرف أن الوالدين الكريمين لما يحفظ أبنائهم القرآن الكريم لهم أجر كذلك. تعرفوا هذا الأجر؟ نعم. إن شاء الله يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يلبس والديكم لباس الكرامة إن شاء الله يوم القيامة يا رب العالمين. بالإضافة إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه دروس أخرى تتلقاوها في المسجد، ما هي هذه الدروس؟ متون وأحاديث. نعم، تقدر تقدم لنا شيء من هذه المتون؟ نعم، تفضل. سأقدم لكم الآن نظم موصية حماد بن ألمين في نصيحة أبناء المسلمين. نعم، تفضل. بني إن البر شيء هين، دونك منه ذا الذي أبين، نصيحة من وريد حفي، بك هدي ترجى من بني، شمر إلى مكارم الأخلاق، خالص الأعمال من النفاق، الأدب الأدب ثم الأدب، وهو أن تبرأ من وأبى، والعم والعمة والأخ الكبير، والشيخ إن الشيخ بالبر جدير، والخال فيه لك من كفاية، أوى إليه أبويه الآية، هو الذي منه تنال المفخرة، قال الزبير من أراد الأثرة، وكل من سمع عليك تكرمه، وكل من صغر عنك ترحمه، أما رويت قدما أو حديثا، ولا تزال أمتي الحديثة، ولا تكون على الموالي فحشة، واحذر على الحقير أن تناقشة، وإن إلى الناد تديت فلتكن، عن الخناء أصم للخير فاطن، وإن يخوض في الهدى فانتبها، ولا تصاخبا ولا تحققها، والصبر فالصبر مرير مزدرد، مدمنه حان بنايل مقاصد، خلق بذي الصبر رواه وارتضي، همت المعالي فامتنان للرضي، وإن أسى وأحسن ابن العام، فانشد له إذا أحسن ابن العام، بشيء جد على العشير إفا، عن شيئهم وعن أداهم كفا. ما شاء الله، حفظ متقن، الله يبارك. تفضل محمد. الدور الخطيرة في مهم السيرة. نعم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، إن نبينا رسول الله هو محمد بن عبد الله، وجده شيبة عبد المطالب، ولد هاشم هما منتخب، أمه آمنة بنت وهب، وينتهي نسبه لكعب، ولم تلد هي ولا أبوه سواه عز قدره النزيه، مولده ببطن مكة الرفيع في سنة الفيل بأول ربع، حليمة عمين أرضعته، وبعد ذلك أمي أرجعته، موت أمي أتى وابنه ستة أعوام ونعم سنه، كفله جده ثم ترك ابن ثمان حفه البركة. ما شاء الله تبارك الرحمن، حفظكم الله وأنبتكم نباتا حسنا. أكيد أن كل أب وأم، كل من يتابعنا في هذه اللحظات، أكيد أنه يرغب
وحببتوا له أنه يصطحبوا أبنائهم ربما إلى المدرسة القرآنية، فما هي الرسالة التي يوجهها كل من محمد وأيوب لكل الأبناء اللي راهم قاعدين في البيت ربما ما التحقوش بالمدرسة القرآنية، وللوالدين الكريمين لربما خايفين أنه ربما التحاق أبنائهم بحلقات القرآن الكريم حيأثر على الدراسة وعلى مردودهم الدراسي، وش يقدر يقول لهم محمد وأيوب؟ بالعكس، فقراءة القرآن تحفزنا كثيرا على الدراسة أيضا في المدرسة. نعم. وأنا أنصح نشط الذاكرة كذلك. نعم، نشط الذاكرة كثيرا، وأنا أنصح أبناء المسلمين يقوموا بحفظ القرآن في مدارس القرآنية، هذا يحفزهم كثيرا على الدراسة وسينجحهم إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب العالمين. محمد، وش يقول الأطفال؟ نفس الشيء، أنت كذلك تشجع الأطفال. نعم. ترغبهم أنه يلتحقوا بالمدرسة القرآنية. أطفال زملائك في المدرسة. نعم. تشجعهم كذلك. نعم. تقول لهم تفضلوا التحقوا معي بالمدرسة القرآنية. نعم. ها؟ وش تقول لهم؟ التحقوا معي بالمدرسة القرآنية، فهي تنشط الذاكرة وتحمي الإنسان من أفعال سيئة. جميل، جميل جدا، ما شاء الله. كذلك القرآن الكريم يحفظ الابن، وحافظ القرآن لابد أن يكون قدوة لغيره. نعم. كذلك جميل أن نحفظ القرآن، والأجمل. نعم. أن نعمل بما جاء في القرآن الكريم. أيوب. نعم صحيح. نعم. نعم، أنت تكون قدوة كذلك في. نعم. المدرسة مع زملائك. أنا أقوم بكل مجهودي لكي أحضر زملائي في المدرسة لكي يقوموا بالحفظ مع القرآن. جميل جدا. وأيوب، بالإضافة إلى المتون وحفظ 14 حزم من القرآن الكريم، يحفظ كذلك أحاديث 22 حديث من 40 نووية. تتفضل تقرأ لنا واحد من الأحاديث. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين بخاري ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد، نفس الشيء، عندك حديث آخر؟ عن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج بيتي، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. صدق الحبيب عليه الصلاة والسلام. كذلك ربما الحديث عن القرآن الكريم هو حديث شيق، وعن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في الختام، ما هي الرسالة اللي يقولها يتفضل بها كل من محمد وأيوب؟ نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق في مشوارهما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وش تقولنا؟ أشكر كل من حفزني، من أولا من أمي وأبي، ثم إخوتي وشيوخ المسجد. أذكرهم: الشيخ الخضر بن مختار، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الكريم، الشيخ أنيس. أشكرهم كلهم. الشيخ نادر، أشكرهم كلهم على تحفيزي وعلى تحفيزي لحفظ القرآن الكريم. نعم. وللوالدين الكريمين. نعم. أشكر والدي الكريمين أمي وأبي، أشكرهم كثيرا على تحفيزي وإدخالي للمدرسة القرآنية، وإن شاء الله تكون نتيجة وأحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. جعلك الله ذخرا لهما في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ومحمد، أشكر أمي وأبي وأخواتي وشيخ الكريم الشيخ الخضر بن مختار والشيخ عبد الكريم والشيخ نادير والشيخ أنيس مدوة، وأشكرهم وهذهم الذين حفزوني لأحفظ القرآن الكريم. جميلة جدا. ونحن في الختام نقول لكل من محمد وأيوب: تشرفنا كثيرا كثيرا بحضوركما معنا، بأهل القرآن الكريم، أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. نتمنى لكما
كل التوفيق يا رب العالمين لكما ولكل أبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم ذخرا وفخرا لهذا الدين والوطن يا رحمن يا رحيم. إن شاء الله نتلقاو في مناسبات أخرى لما تختموا كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن دائما نعد الأطفال أنهم لما يختموا كتاب الله سبحانه وتعالى يعودوا يحضروا هنا حتى نحتفل بهم أكيد في قناة القرآن الكريم. شكرا، إن شاء الله نتلقاو في فرصة أخرى يا رب العالمين. إذا نواصل معكم مشاهدينا الأكارم، نتوقف الآن مع فقرة أحبار الإسلام، فمتابعة طيبة للجميع. أبو اليقظان، ككل العظماء النموذجيين ولد أبو اليقظان في أسرة سيدة شريفة تمتد أصولها إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. كان مولده ليلة الاثنين من شهر صفر عام 1306 من الهجرة النبوية الشريفة الموافقة للخامس نوفمبر من عام 88 و800. عام 1400 ميلادي ترأس أول بعثة علمية جزائرية إلى الخارج. كانت وجهة البعثة إلى تونس بعد أن عاد إلى مدينة القرارة ودرس بها في مدرسة دار التلاميذ، وكانت عودته إلى تونس سنة 25-300 هجري. كان أبو اليقظان مولعا بالصحافة إلى حد العشق، فأنشأ أول جريدة عام 26-900 ميلادية تحت اسم وادي مزار، وكان يتم تحرير هذه الجريدة بالعاصمة الجزائر، ثم ترسل إلى تونس لتطبع وتعود عن طريق القطار ليتم توزيعها في الجزائر، واستمرت على هذا المنوال لمدة سنتين، ثم صدرت له جريدة مزار عام 300-900 ميلادية، وجريدة المغرب والنور والبستان والنبراس والأمة، وآخر جريدة أصدرها كانت الفرقان عام 38-900.
المطبعة العربية التي لم تخلو هي الأخرى من مضايقة ومراقبة البوليس الاستعماري لها. لم تكن أعمال أبو اليقظان ونشاطه مقصورين على الصحافة والسياسة، بل كان رجل إصلاح من الطراز الأول، حيث انضم في سنة 31900 ميلادية إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ليتم انتخابه سنة 34900 ميلادية عضوا بمجلسها الإداري نائبا لأمين المال إلى غاية سنة 38900 ميلادية. أما نشاط أبو اليقظان في مجال التأليف فله ما يقارب 50 مؤلفا، ما بين مطبوع ومخطوط من دينية وتاريخية، خصوصا في تاريخ منطقة مزاب إلى ومن القصائد التي سجلها له الزاهري في كتابه شعراء الجزائر في العصر الحاضر، وسبق نشرها في جريدة المنهاج المصرية قصيدته مدارج الخلاص والتحرير. أصيب أبو اليقظان بالشلل النصفي، فانتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة 29/93300 هجرية، الموافقة 30 مارس 73900 ميلادية في مدينة القرار. هذا الصحفي الفذ، القلم العملاق، المصلح المتفتح، الآخذ بأسباب العصر، الذي اقتحم الحياة اقتحاما وخاض غمارها خوضا وواجه الصعاب تلو الصعاب، وما إبراهيم إلا أنموذجا ممن أنجبتهم الصحراء فتعلموا العربية في الجزائر وصنفوا المصنفات وأصدروا الجرائد وأداروا المؤسسات، فرحم الله إبراهيم أبو اليقظان. رحمة الله عليه، نسأل الله تعالى أن يرحم كل علماء الجزائر، كل علماء المسلمين الذين أفنوا حياتهم خدمة لهذا الدين، نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمار وأعمال من لا يزالون على قيد الحياة وأن ينفع بهم الأمة، اللهم أمين يا رب العالمين. وعودة إليكم من جديد مشاهدين لنواصل هذه الرحلة الصباحية دائما مع فقرات وأركان برنامج الضحى المقترحة لنهار هذا اليوم المبارك الجمعة، التي نتمنى أن تكون طيبة ومباركة علينا وعليكم أجمعين. مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج، ركن غذاؤك حياتك لنهار اليوم نخصصه للإجابة على تساؤلات المشاهدين الأكارم، كما نفتح كذلك خطوطنا الهاتفية لاستقبال مزيد من التساؤلات يجيب عليها الأستاذ كمال فليسي. نذكر برقمنا الهاتفية 021-39-42-41 فاصل قصير ثم نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ كمال فليسي، أهلا ومرحبا بك وجمعة مباركة لك في هذا اليوم، إن شاء الله نتمناه مباركا عليك وعلى كل المشاهدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كذلك يعني تحية كالعادة طيبة المباركة لك والطاقم الفني المشاهدين الكرام. واليوم كما ذكرت يعني حصة مفتوحة لاتصالات مشاهدين الكرام، وعلى ما أظن هناك أسئلة يعني عالقة من الأسبوع الماضي، كنا وعدنا المشاهدين الكرام للأسف الوقت داهمنا وما جاوبناش عليهم. إن شاء الله يكونوا في الموعد يتابعوا فينا حتى يستمعوا لإجابة الأستاذ كمال فليسي على أسئلتهم. نبدأ بأول سؤال. أم محمد من المدية سألت عن عشبة الخرشف، قالت أنه زوجها اشترى لها العشبة وما هيش متأكدة أنه هي العشبة اللي تكلمت عليها أستاذ فليسي، عشبة الخرشف البرية،
يعني طلبت أنك توصفها لها، قالت أنه فيها شوك بزاف، هل نعم هي؟ نعم هي نعم. بالنسبة لعشبة الخرشف البرية يعني شبيهة بالخرشف المعروف، نعم، لكن من حيث الحجم هي صغيرة عليها بزاف، وعندها نعم مشوكة شوية، لكن نفس الشكل نفس الشكل تشبه، وهذا 99% زيادة. وهي تستعملها كلها أم الأوراق فقط؟ نعم تستعملها كلها كما راهي، نعم ممكن حتى تأكلها طيبها، لكن عندها مرارة يعني كبيرة بزاف، قاطعة بزاف، نعم، قوية بزاف. والشوك كذلك تستعملها؟ نعم مشوكة في الأجانب في الأطراف تاعها، يعني نعم الورقة تاعها هذيك مشوكة على الطول ديالها، الحافة تاعها تقطعها تنقص الشوكات هذيك تاعها وتغليها وتشرب الماء تاعها، وإذا كان قدرت تأكلها يعني طيبها تأكلها، حتى إذا قدرت تصبر على المرارة ديالها فهنيئا مايا. إن شاء الله. سألت كذلك عن عشبة الملاك، سألت عن منافعها، هل حقيقة هذه العشبة تساعد في امتصاص الفيتامينات أم لا؟ والله بالنسبة لعشبة الملاك تقدم، هي عادة تقدم للنساء، نعم، عندها مفعول مثل المريمية، تأثير يعني مثل المريمية، فهي عادة كيكون ديرين دي بلوكاج بالنسبة للنساء، بالنسبة للعادة ديالهم لما يكون العادة تاعهم يعني تكون منقطعة، فتساعد كذلك على إزالة مثلا تكيسات المبايض، فهي عادة تكون إيجابية وتخدم عندها مفعول يعني رائع جدا بالنسبة للجانب الهرموني نتاع المرأة. نعم كذلك زهرة بالنسبة يعني عملية الامتصاص، نعم، يعني شعيرات الامتصاص متواجدة على مستوى الأمعاء تاعنا. يعني نقول لكم حاجة، ما فيش ريباراتور، ما فيش مادة تعاود إعادة بناء، إعادة ترميم، إعادة تكوين لهذه الشعيرات، شعيرة الامتصاص مثل عصير عشبة القمح. يعني العصير عشبة القمح هو ما فيش مادة أخرى تضاهيه، والدليل على ذلك عندنا دليل بسيط جدا، لو نأخذ مثلا عشبة الملاك نقدموها واحد عنده حساسية لمادة الغلوتين، ما فيهاش الغلوتين، ما فيهاش مادة الغلوتين، يعني نقدموها لواحد عنده حساسية لمادة الغلوتين، شعيرات الامتصاص تكون مدمرة نتاعو، يكون مثلا في حالة يعني الأمعاء الداخلية تكون شعيرة الامتصاص تكون مهترئة شوية، نعم، قدموا له عشبة الملاك ما نشرح نشوفوا نتيجة، بينما لو نقدموا له عصير عشبة القمح نشوفوا أن شعيرات الامتصاص في مدة قصيرة جدا أعيدت إنتاجها، أعيد عملية إنتاجها وبناؤها، عملية الترميم تتم طريقة عجيبة جدا. وللمعلومة يعني كثير من الناس كيسمعوا عصير عشبة القمح يعني ياخذوا غير مصطلحة وكلمة القمح، القمح فيه مادة الغلوتين، لكن العصير نتاع العشبة مناش نتكلموا على الجرم، مناش نتكلموا على البراعم القمح، براعم القمح فيهم مادة الغلوتين، لكن العشبة عصير عشبة الغلوتين ما فيه، عصير عشبة القمح ما فيهش هذه المادة ومادة الغلوتين. نعم كذلك سألت عن زهرة دمشق، نظن أنك جاوبت على المباشر على زهرة دمشق. بالنسبة لزهرة دمشق وفي بعض المناطق حتى هنا في الجزائر، يعني في بعض المناطق أنا متأكد من منطقة اللي هي البوليدة، نعرف ناس حتى زرعوها غارسينها، نعم، غارسينها ويستخل يعني يستخلصوا ينحوها في الوقت، يقطفوها في الوقت نتاعها ويستخلصوا منها الزيت بعد عملية التقطير، والماء ديالها الذي يسمى ماء الورد. احنا كل الورود ممكن اننا نستخلصوا او الماء منها، لكن زهرة دمشق عندها حاجة خاصية، عندها خاصية الماء تاعها ماء الورد، نسمى ماء الورد، يعني معروف ماء الورد، يعني عنده خاصية عجيبة جدا، يعني تقصد ماء الورد الخاص بهذا الزهرة، زهرة دمشق. نعم وهي معروفة زهرة دمشق، علاش تنوض في دمشق، يعني الأصل تاعها في مدينة دمشق، يعني مدينة دمشق، لكن كثير من البلدان يعني يغرسوها الآن، يغرسوها ولأنها أيضا تمد نوعية رائعة جدا من الزيت، يعني استن برودوي ريباراتور، يعني استن برودوي ريجينيراتور، يقول بعملية تجديد، عملية ترميم، عملية ريسكالا صح التعبير، عملية إعادة بناء، فهو رائع جدا وخاصة بالنسبة يعني للبشرة، وهي كذلك الرائحة نتاعو. احنا نعرف زمان كيفاش كانوا يديروا، كانوا الماء الورد هذا يستعملوه يقتنيوه، الآن هذا العادة مازالها شوية في بليدة ومازالها أيضا في قسنطينة، يعني عندهم موسم في الربيع
في الربيع فيه سوق يعني يبيعوا هذا الورود لبيطال هذول، فيديروا يستخلصوا منه هذا الماء، هذا ماء الورد. هذا في البيوت يعني حتى في البيوت نعم، كاين كثير عندهم قطارة، تسمي عنده قطار يقطروا به، عملية التقطير، عملية التقطير. فزهرة دمشق هي نبتة يعني أو زهرة من مثل الأزهار الأخرى، لكن عندها تحمل هذه، هي الحجم نتاعها يجي كبير وعباقة، فيها رائحة قوية جدا. والدليل هي القوة نتاع الرائحة نتاعها، هي سبب نتاع قوة الرائحة نتاعها، السبب هو تواجد نسبة عالية ومرتفعة من زيوت الطيارة الليفيا. لهذا يعني نشوف من بعيد أنك تشمي هذه الرائحة نتاعها. لهذا لما تتم عملية التقطير نتحصلوا على نسبة معتبرة أيضا من هذه الزيوت. وللعلم أن الزيت الأساسي نتاع هذه الزهرة يعني يقدر يلحق يعني يفوت يعني بالقليل يفوت مليات حوالي 100 مليون زيت. نعم نعم غالي. نعم ألف حوالي 7000 نعم يقدر يفوت نعم 100 مليون جزائري. نعم فهو لأنه علاش، لأنه من أجل الحصول يعني على 1 كيلوغرام تاع، لأن الزيوت الأساسية تقاس بالكيلوغرامات ماشي باللتر. فمن أجل الحصول على 1 كيلوغرام تاع زيت أساسي تاع زهرة دمشق، تصوري أنت يا تحكمي الزهرة تنحي لها هذوك الورق تاعها، يعني فيها يعني لازم متعب العمل ولازم كمية كبيرة يعني 3 طن. 3 طن نعم 3 طن يعني جبل نتاع البيطال هادو، ما جبل نتاع الورق هادو نتاع الزهرة هذه من أجل الحصول على 1 كيلوغرام. 3 طن من أجل الحصول على 1 كيلوغرام، يعني باش نحيو نتحصلوا على 3 طن. ولازم على السريع، باش ينحيوهم ونقعد كل يوم نجيبوا يعني خدامين او ينحيوا ونستناو يعني باش نتحصلوا على طرواطن على 3 اطنان، لازم يعني ربما عمل تاع 15 يوم ولا 20 يوم. نعم. خاصه اذا كان العمال فنيانين يعني هم راح يفسدوا على السريع، ما ينتظروكش والا يفسدوا. وخاصه قسمه تخليهم تزيد الزيت الاساسي ويتبخر، يعني تفقد القيمة تاعها، تفقد يعني باش من أجل الحصول على في 3 طن من أجل الحصول على 1 كيلوغرام نولوا نتحصلوا على 800 غرام. نعم. كل ما تبخر نزيد الزيت تنقص. نعم. الكمية. كذلك أم محمد مدية تعاني من الهالات السوداء البنية، هي تبلغ من العمر 34 سنة وتوزن 70 كيلوغرام. نعم هي كقاعدة لازم نفهموا باللي أي حاجة متواجدة على البشرة تاعنا نعم السبب ديالها وداخل داخل نعم نعم او جامل داخل مصدر يكون يعني نعم داخلي. فهاد الهالات او البقع البنيه او البقع البيضاء او البرص او يعني ناخذوا اي مشكل يكون على الجلد تاعنا، مثلا الصدفيه، مثلا البرص، ايضا البهاق الى اخره، كل ما يتعلق بالجلد تاعنا الا السبب تاعو هو داخلي سواء على مستوى الكبد او الامعاء. نعم. الانسان كي يشوف هاد الهالات ولا يشوف مثلا البقع البنيه ما يقولش معناتها الكبده تاعي مريضه معناتها، لا، يقدر يكون مشكل نفسي. مشكل نفسي فقط، لهنا الجسم تاعك راهو يدير هذه اللغه نتاع الكبد ونتاع الامعاء، هذه اللغه خاصه نتاع الكبد، نقولوا انها لغه الكبد. الكبد كثير من الاحيان كثير من الناس يعني بسبب المشاكل، بسبب الضغوطات، بسبب الحياة المعقدة، الإنسان يقول راني مقنوط، حب نعيط، حب نخرج، حب لو نصيب روحي في فلات يعني في الصحراء نضرب عيطة صحيحة. صح. كثير من الناس يقولها. صح. اللي هنا نفس الشيء واش حدث بالنسبة للكبد، لما يكون نعم. مقنوط راح يخرج هذيك السموم، الكبد نتاعو عيط خرج فيه ضغط عليه الكبد، لأن الكبد خزان نتاع الغذاء، خزان ايضا تاع كل ما هو احاسيس ومشاعر. نعم. لهذا يمثلوا به يعني فيه تمثيل كبير بالكبد، انسان مثلا انسان او امراه يموت الولد نتاعها يقولوا تفجعت كبدتها، لو يقولوا تفجعت في القلب تاعها يجيهم الامر غريب شويه. تفجعت في العين ديالها ما يفهموش. صح. لكن تفجعت في الكبد تاعها مباشره نفهموا باللي هناك ابن، هناك يعني
يعني وبالتالي لازم لها نظام غذائي صحي أكيد حتى تتخلص من السموم. والهنا يعني لما يكونوا مثلا البقع البنية لابد من ان ديزانتوكسيكاسيون بروفون عمليه تنقيه. يعني الهالة السوداء ما عندهاش علاقه مع يعني النوم ساعات النوم متاخره ربما التعرض لشاشات الهواتف الذكيه والتلفاز. الهالات السوداء عنده علاقه ايضا مع نشاط الدوره الدمويه. نعم فيه التعب. لكن انا واش حبيت نلحق كرساله انه واش يظهر على البشره تاعنا خاصه الوجه تاعنا بين قوسين الفيترينا تاعنا واش يظهر هو الداخل تعب فيه تعب رو كلي لان التعب وين يبدا على مستوى الخليه حيث تبدا الحياه. لما الخليه تتعب تعبناها بالسموم تعبناها بهرمونات القلق تعبناها يظهر من برا. نعم ف أظن أنه فيه مكالمات هاتفية على ما أظن دليلة في مكالمة. قبل ذلك أذكر فقط الأخت أم بسمة من العاصمة اللي تواصلت معنا الأسبوع الماضي أنه ما دوناش سؤالها بطريقة جيدة. يعني كان فيه نقص في يعني الخطأ مني أنا اللي ما دونتش سؤالها كما يجب لأني كنت متواصل مع زملائي وما سمعتش سؤالها جيدا. فأرجو أنه تعاود تتصل بنا أم بسمة من العاصمة حتى إن شاء الله تعاود تتواصل معنا ونطرح ونستمع إلى سؤالها جيدا حتى يجيب عليها الأستاذ فليسي. تقول لي دليلة أنه فيه مكالمة. أم محمد من فرنسا. السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك، جمعة مباركة. ربي يحفظك ابتسام. تحية إليك الأخت الكريمة والدكتور بن فليسي. بارك الله فيك. وقول لك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الصلاة والسلام. وأنا سعيدة أتكلم معك المرة الأولى. شكرا، نحن الأسعد أم محمد. شوفي أختي، قولي للدكتور أنا الحمد لله في عمري 63 سنة. الله يبارك. قام 1.55 متر. نوزن تقريبا 70 كيلو، ما خطرة نوزن نطيح شوية خطرة هكا 70. نعم. فكنت ما عندي لا ديابات لا كوليسترول لا طونسيون. الحمد لله. الحمد لله فات ساعة. ما عندي لا غوتخوز. عندي لا غوتخوز ولو بيس. ناخذ بلاكينيل، ناخذ ليريكا، ناخذ الفيتامين دي ونتاع لا دولار بارفوا دولي بخان ولا دافالغو ولا من غتخوز اثرت عليا بصراحه من المواد ماي حتى جيت كماتنو نعاني منها. بدات لي من قدمي اغوش حتى درك تما حتى راسي حتى كل يوجعني، وخاصة في النهار الحمد لله مكين جي ننام يعني ألم كبير جدا. نعم. وبارك الله فيكم والله يحفظكم والله يحفظكم على ما راكم تقدموه للأمة إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا. السلام عليكم وبركاته. تحية لجنودنا الخفية. شكرا، بارك الله فيك أم محمد، دمتي وفية لبرامج قناة القرآن الكريم. نورة من البويرة، السلام عليكم. نعم. ورحمة الله. مرحبا بك نورا. الله يسلمك عيشك. جمعة مباركة. جمعة مباركة لك كذلك. نعم. أختي أنا نعاني من الغدة الدرقية. عندي مدة عام اللي بديت عليها عملية جراحية فأصلتها كليا. نعم. وما عنديش مدة طويلة اللي درت العلاج باليود. العلاج باليود وشوية حبيت نعرف شنو هو الغذاء يعني نعم. المطلوب في هذه الحاله. نعم. وعندي مشكله ثانيه ايضا في قلبي، يعني عندي بعد العمليه في قلبي النبض تاعو قوي بزاف. راني نعالج ايضا عن طبيب تاع القلب ونشرب دواء اسمه فليكان ودواء اخر. نعم. ولكن في هذه الفتره تاع اللي درت فيها اليوم ما عنديش بزاف، عادي عادي يجيني بزاف ضرب قلبي يضرب بسرعة، يضرب هكذا وحده وحده، نكون هكذا بدون تعب بدون نحس بالنبض قلبي، وبعد يضرب بسرعة من بعد يعاود يتراجع يرجع بعطيه. نعم. حبيت نعرف يعني غذاء هذا في الحالة هذه، يعني أنا عالجت باليود في المستشفى اليود المشع.
حاضر. حبيت نعرف يعني وشنو هو غذاء مميز في الحالة. حاضر نورا، سؤالك واضح، انت من اول. وسؤال ثاني معليش، سؤال ثاني. نعم تفضلي. عندي ابني، عندي ابني ايضا في فترة هكذا من فترات يعني مع الصباح هكذا ما يقدرش يمشي، كان لبس عليه عمره سنوات ما يقدرش يمشي هكذا مع الصباح. وبعد حاول درت له تحاليل، ديت له حوالي يعني عدة أطباء، درت له حتى اليورين، قال لي ما عنده حتى مشكل، شكوا لي أنه ممكن يكون التهاب اللوزتين يعني رحلوا للمفاصل. عالجته بالرياضة عن الطبيب المختص، أعطاه له دواء تقريبا اسمه إيبوبروفا، هذا يشربوا في حالة في أيام معدودة هكذا، يقولوا لي ما تطوليش معاه وبعد كي تشوفيه رجع لبس عليه. تفضل. نعم نعم يسألك الأستاذ. تفضل اسمعي. نعم. رجاء أنت ما بين الأدوية اللي هيك تأخذي، ما عندكش دواء اللي يجري الدم؟ لي من ابني أم لي لا لا أنا؟ ليك أنت، ليك أنت. لا لا ما عنديش. ما مركبه لي في فترة هذاك أسبيجان هذاك، لكن وقفه لي حاليا. ماشي. وقفه لي، شربته مدة. نجاوبه. بالنسبة للابن تاعي قلت لك أنه شرب مدة هذا إيبوبروفان، ومن بعد ريح الحمد لله مدة من الزمن، وبعد فجأة عاود في يوم من الأيام عاود مع الصباح هكذا عاود رجع لي الحالة تاعه أنه ما يقدرش ينوض يمشي. نعم. عاود رجعت للطبيب تاعو وقال لي معليش عاود. سامحيني، ما يقدرش ينوض، مصحوب بالالم، عنده ستر ولا ما عندوش؟ هو صغير ما يعرفش يعبر، هو ما يقول لي ما كانش الم يعني كبير، يقول لي ما نقدرش نمشي، يقول لي كان نمشي ما يوجعني، يوجعوني رجليا. من بعد يشرب هذاك الدواء ايبوبروفا هذا يشربه حوالي 3 أيام 4 أيام يعاود يرجع لحالته لبس عليه. لكن انا وليت خايفه، ما عنديش يعني في نقول في اي لحظه ممكن يعاود يرجع للحاله تاعو. نعم واضح. هو يريح يرجع لبس عليه يعاود يمشي. نعم. واضح نورا. حبيت نعرف اذا كان غذاء معين للحاله تاعو. نعم واضح، بقاي معنا في المتابعه ان شاء الله، نتمنوا لك الشفاء لكل الابن ان شاء الله. ان شاء الله مبارك. يومكم مبارك ان شاء الله كذلك. في مكالمه اخرى من فرنسا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبلجيكا حكيمة من فرنسا، تفضلي حكيمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفي اختي الأستاذ فليسي، ملي كوني مدفين غلسات ماذا بيكم، ماشي انتي كانت لي قبلك تقطع عليها على خاطري هو ينسى وحنا نطرونطا نرد، ألوغ ملي كوني مدفين غلسات خلوه يكمل لو طون اللي حنا نطرون لا غلسات، والسؤال هو يتعلق بال حاضر ديسونسيال دو لاغوز. كان يمد في الفيتادير لي زانغريديون 3 غوت مي بور كوميان مليليت دو دويل نورمال راه ما تصينا ما دابيش باين شنو يعاود يقولنا على لا غوسيت. واش من وصفه الاخت حكيمه، واش من وصفه طلبيها؟ الفيتادير لويل اسونسيال لي ذكرها قبل قليل، اللي ذكرها قبل قليل زهره دمشق، كيف تقولي مزيور ماشي مشكل. pour 100 ml de d'huile essentielle de la rose de la masse. إذا نواصل في الإجابة على أسئلة مشاهدينا الأكارم. آسيا من سطيف تعاني من آلام أو صداع في الرأس شقيقة، تسأل هل من علاج؟ نعم بالنسبة للشقيقة هي كان لو كانت معنا يعني في التواصل أفضل، يعني في بعض الأسئلة نطرحوا عليها. نعم. لكن نقولوا لها الشقيقة عندها سبب معين، شقيقة ما تجيش هكذا كبرك. نعم. شقيقة عندها إما يعني الأمر يتعلق مع نشاط الدورة الدموية، ربما تقرب العادة ديالها ليامات قبل يبداها، تكون عندها يعني سوء نشاط الدورة الدموية، يقدر يكون عندها التهاب على مستوى المعدة، يقدر يكون عندها مثلا كبد متخم بالسموم، مثلا عندها كذلك المرارة تكون منتفخة ديال الشقيقة، عندها ناترو سيرفيكال خاصة هذه ديال الشقيقة. لكن إذا هاد المسببات ما كاش ولا كذلك الأشياء اللي دير لازم الفوكس ديزانتوكسيك لو فوا.
ودير عملية تنقية للكبد تاع الحمية اللي قدمناها تاع تنقية الكبد، وفيه يعني شيء آخر أيضا اللي ساعد مليح هو الحجامة، لكن الحجامة لهنا ترد بالها وين تديرها وكيفاش تديرها. فيه يعني على مستوى اليافوخ هنا أعلى الرأس فيه يونسل فونتوس، يعني وحدة تكفيها ديرها كل 15 يوم ثلاث مرات وتوقف عليها توقف عنها على الأقل ثلاث أشهر، فهي ناجعة جدا مفيدة بالنسبة للشقيقة. الشقيقة إن شاء الله. كذلك سألت طلبت وصفة لطبيب الأسنان. بالنسبة والله طبيب الأسنان يعني فيه مازال ما شفتش أنا برودوي اللي بيض وما عندوش آثار جانبية. الآن وش متواجد في السوق عندها لو شاربون، عندها الشاربون راهو طبيعي، ديروا مع نعم ديروا مع شويه نتاع دونتيفريز في الفرشات الاسنان، تدخل دونتيفريز هذيك معجون الاسنان تدخل. يعني راهو يتباع فحم خاص بتبييض الاسنان؟ نعم فيه فحم خاص بتبييض الاسنان. عند اللي يباع الاعشاب؟ لا تصيبه موجود حتى في الصيدليات، طعم الصيدليات موجود متوفر يعني في السوق. غالي شويه، تدير شويه على الفرشات تاعها، دير شويه دونتيفريز تدخلها شويه في الدخل باش تاخذ شويه نتاع الشربون، فما نساوش الشربون مع احتكاكه بالماء الدنيا تولي كامل كحله. فنردوا بالنا على الثياب تاعنا على المكان اللي نبروسي فيه وتبروسي به، فناجع جدا. ما فيش اثار جانبيه غير مرغوب فيها ان لم يكن مغشوشا. إذا كان في حالته الطبيعية كان طبيعي 100% ما فيش غش. ما قدروش يعني نصنع الفحم وحدنا في البيت لا مش هنا بورتكال فحم فيه فحم خاص. نعم فهو ناجع جدا في تبييض الأسنان. جميل. كذلك تعاني من كوليسترول مرتفع وحموضة. بالنسبة للكوليسترول والله الكوليسترول الإنسان اللي يقول عندي كوليسترول طالع يعني ما يعدلش الغذاء تاعه نقولوا له يخليه طالع يقعد طالع. لان المشكل نتاع الكوليسترول عنده سببين. الكوليسترول عنده الغذاء وحده وعنده القلق الدفين، القلق يعني القلق اللامتناهي كي يطول. حتى بعض الاحيان كان هناك من الناس من يدير حمية يحاذر ويشوف الكوليسترول تاعو يطلع. نقول لي السبب الرئيسي نتاع هو انك القلق، عندك قلق، عندك ملفات مفتوحة ما قدرش تغلقها، يعني عالج الملفات تاعك هذه المفتوحة. ونقول لك من مسببات أيضا يعني الحاجة اللي باش تقضي عليها الكوليسترول اللي السبب تاعو القلق، خود مثلا تكلمنا على الميليسا. ميليسا والبابونج، دير خليط نتاع ميليسا والبابونج فهو رائع جدا. وعندك تكلمنا أيضا عن الخرشوف البري. من أروع المواد يعني غلي الخرشف والشربو، حتى إن لم يكن الخرشف البري هذا الصوفاج، حتى رانا في وقت الخرشف والقرنون، غلي الخرشف الأوراق تاع الخرشف غليهم وشرب الماء تاعو، الكوليسترول راه راح يخفض. الكوليسترول نقيلو الكبد. لأن الكوليسترول لما يزيد في الدم معناتها الكبد ماهوش يقدر يجير الكوليسترول، معناتها الكبد متخمة ويفيض. شغل ليبونج لما تتخم بالماء ما تقدرش تزيد تمتص. نفس الشيء الكبد. لانه الوقت يداهمنا من فضلك استاذ نجاوبهم باختصار فقط. تجاعيد العين 45 سنه اسعد دائما. نعم دير زيت اللوز دير فيها الكركم. كركم تخليه حوالي 40 يوم تخليه دير عرف نتاع كركم في واحد 100 ميلي نتاع زيت اللوز تخليه 41 يوم تبدا تابليكا دير الزيت. ام بسمه من العاصمه قلت انها تعاود تتصل بنا، للاسف ما اتصلتش. على ما اظن انها عملت عمليه جراحيه، ما على باليش شنو هو المشكل تحديدا. سالت على ليباتيت بي وتيرويد في الغده الدرقيه كذلك. سالت عن المشي، هل تمشي ام لا؟ اذا فيها علاقه. نعم يعني بين التيرويد ولا لي. ما فيش علاقه يعني بالنسبه ليباتيت بي سي فيغال، مشكل فيروسي، فيروس هو. هي ليباتيت بي عندها حاجه هي تقويه الجهاز المناعي تاعها. يكون الفكر يعني ايجابي، تفكير تاعها يكون ايجابي، جيري مليح الملفات تاعها، ما تخليش ملفات مفتوحه. وممكن كيما البيرمي تسوق السياره بطريقه يعني قانونيه. الشيء الثاني الغذاء تاعها مليح يكون كله صحي 100%. نعم قالت كذلك انه السكر يرتفع مع التعب، السكر تاعها يرتفع مع التعب. هل تمشي ام لا؟ المشي مليح لها. المشي مليح. اكيد أكيد. كذلك ما فيش نصائح تقدمها بالنسبة للسكر؟ المشي من غير الإرهاق. نعم ماشي تروح تمشي باش ترهق نفسها، ولازم المشي يكون فيه بليزير، يكون فيه لذة. نعم يكون فيه بنة. دوك الواحد يروح يرفد القفة، يروح يقضي هنا لاشين على الحليب، هنا لاشين على هذه بالضبط، ما دارت والو. يعني بالعكس عملية معكوسة، تزيد تتأثر سلبيا. لكن تمشي تروح باش تمشي، ما عندها حتى مهام واحدة أخرى. نعم.
فهذه هذا هو النافع لها. إن شاء الله تعود تتواصل معنا الأسبوع المقبل أم بسمة من العاصمة، استسمحها أنا شخصيا لأنه أمانة ياسمين غردية قالت أنه صنع، تسأل عن صنع جنين القمح، كيفية صنع جنين القمح؟ جنين القمح، جنين القمح نشمخوا القمح تاعنا نخلوه طبعا 10 سوايع في الليل. الآن نديروا مثلا 10 سنتيمتر تاع قمح، ناخذوا إناء في 10 سنتيمتر نديروا ضعف الماء، معناتها لازم 10 سنتيمتر واحدة أخرى نغطسوه في الماء ونزيدوا 10 سنتيمتر لأنه راح يمتص. مدة 10 سوايع نرميوا الماء هذاك، واش كاين الماء نرميوه، نشلوه مليح، نعاودوا له تشلال واحد مرتين ولا ثلاثة ونحوه من الماء، نديروه في كسكاس ونغطيه ونظلموا عليه، وكل 5 سوايع 6 نعاودوا له تشليله، حتى بعد يومين هكذا العملية تكرر، يومين ثلاثة نشوفوا البرعم تاعو خرج 5 ملين نحيو البرعم. نعم. كذلك ياسمين، ألم الفم والمعدة، قالت أنه فيه طياب الفم، تقرح. نعم، تقرح ولا ليزافت ولا الالتهابات على مستوى الفم، يعني عندنا البروبوليس العكبر. نعم. العكبر بشوية نتاع عسل نمسحوا بها الجدار الداخلي نتاع الفم تاعنا، اللتة تاعنا إلى آخره، ونبقي عليها أكبر وقت ممكن ما نبلعوش. نعم. يعني خليوه يعطولو فرصة باش يخدم، خاصة بالنسبة لليزافت كذلك. نعم. خليوه نص ساعة ساعة واش قدرنا، والإنسان مستحيل يخليه ساعة لأنه راح يبلعو مع الريق ويبلعو، كذلك ناجع جدا بالنسبة للمعدة. المعدة قالت أنه فيه ألام. نعم. كذلك على مستوى نعم، لازم تشوف السبب. لازم تشوف السبب. نعم، لازم تبحث عن السبب، يقدر يكون عندها يرني، يقدر يكون عندها التهاب، يقدر يكون عندها يعني كما يقال حبة. يعني المهم إذا تكرر الألم هذا عد نطول مليح، أنه لازم تراجع الطبيب ماشي فقط مليح. نعم. أم محمد من فرنسا 63 سنة تعاني من الأرثروز، قالت تناولت مجموعة من الأدوية بينها فيتامين دي وأدوية تخفيف الألم، إلا أنه هذا المشكل ما زالوا. لا، عندها ليبيوس على ما أظن. عندها قالت في القدم اليسرى حتى الرأس هذا الألم الأرثروز. نعم، وعندها مرض آخر. قالت الأرثروز فقط. لا نعم، أظن قالت عندها ليبيوس، هي المتصلة الأولى من فرنسا. إيه المتصلة الأولى. نعم، القلب. عندها القلب. لا نورة، هذيك نورة من البويرة عندها استئصال الغدة الدرقية، العلاج باليود، طلبت الغذاء المطلوب، زائد مشكلة في نبض القلب. لا، الأخرى عندها ليبيوس نتذكر. ما سمعتش يعني سمعت. نعم، المرض هذا عنده علاقة مع الجهاز المناعي تاعها. نعم، عنده علاقة مع الجهاز المناعي تاعها، هي اللي هنا هي عندها لازم هي ديزينتوكسيكاسيون بروفون، عملية تنقية في العمق. كيف يعني حتى الحمية يعني ممكن نقولها لها، بصح من الآن نقولها لها ما ديريهاش وحدك، لازم تحت إشراف طبيب. تحت إشراف طبيب ولا شوفي التمان ناتيوروبات، هو رايح يعني يشرف عليك يتبعك. فالغذاء الديتوكس اللي تدير، التنقية اللي تدير، لازم لها حمية تبدا 15 يوم الاولى، حميه غير الجسر، تاكل غير الجسر. ولازم لها باش تدير الحميه لازم لها دي سوبور، وعلى رأس لي سوبور اللي تاخذهم عندها عصير عشبة القمح، عندها حوايج لازم تاخذهم. نعم. وإلا تطيح في كارونس تولي في مرض في مشاكل واحدة أخرى. فلهذا نقول لها لازم لها عملية تنقية، نخليه وشي راح تدير مع الجسم تاعها تنحيله مسببات المرض. نعم. لأن هذا المرض اللي عندها، حتى الأرثروز عندها المسبب هو التسمم. الأرثروز عندها التسمم، التسمم يقدر يجي من الغذاء، أكيد يكون فيه الغذاء غير صحي، والشيء الثاني يجي من هرمونات القلق، القلق اللا متناهي. نعم. القلق الدفين والملفات المفتوحة. يعني خاصة الغربة، الأخت الكريمة في الغربة. نعم. غربة ماشي سهلة وفيها القلق، فيها يعني خاصة القلق الداخلي يكون بالقناطير المقنطرة. نعم. نورة من البويرة الغدة درقية استئصالها. نعم. أخذت العلاج باليود، تطلب الغذاء المطلوب، هي عندها كذلك مشكل في نبض القلب، ينبض بسرعة. نبض ممكن هذا يكون القلب. نعم، يكون مشكل على مستوى العضو اللي هو القلب. نعم. ممكن يكون بسبب القلق ايضا، القلق هذه اللي بالبيتاسيون، ولا الغذاء الصحي تاعها في هذه الحاله عندها المرض تاعها مرض القلب، نقول لها ان لهنايا لانه فيه مع نشاط الدوره الدمويه، بعض مش عارف متاكد واش عندها يعني كدواء، هي قالت لي ما عندهاش، يعني كان عندها دواء اللي يجري الدم لهنا نقول لها انك تمشي الى غذاء صحي. غذاء صحي اي حاجه
مكررة وطرق الطهي كما القليان كما، فهذه الأمور هذه مليح أنك تنجن بها، لكن نعطيك حاجة هي راح تفيدك إن شاء الله، تفيد عضلة القلب، أنك ديري شوية نتاع السنحرة. نعم. وديري فيها نسبة معتبرة من لاجيلغواي الغذاء ملكة النحل، وتأخذي حوالي 30 حتى 50 ميلي غرام نتاع غذاء ملكة النحل، فهي ناجعة ومفيدة. نعم. كذلك ابنها 6 سنوات لا يستطيع المشي، عمل تحاليل و... يلويفون ديزانتوكسيكاسيون على حسب ما فهمت. يعني لازم له عملية في 6 سنوات. نعم حتى وين كان. نعم لازم له ديزانتوكسيكاسيون، لأن بالعكس اللي هناك يكون هكذا اللي يقدر إن شاء الله يسترجع العافية نتاعه إن شاء الله. من ديتوكس ألكالين يعني لابد من لو تتقرب لنا إن شاء الله نقدمه لهذا الحمية يعني. نعم. ونزيد يعني تكون مرفقة إن شاء الله. آخر اتصال كان من حكيمة من فرنسا، قالت عاود لي الوصفة تاع يعني زيوت كيفاش نخدمو. بالنسبة إذا كان عندها يمكن تحصل تم على زيت الأساسي تاع زهرة دمشق. نعم. ندير 3 هي كي نديرو الوجهة تاعنا زيوت الأساسية الوجهة تاعنا نستعملو ما نستعملو من 3% حتى 5%. نعم. 5% زيت أساسي لما تكون الزيوت مجتمعة بينما لما مثلا أنجيلا ميغريسون ولا أباس دويل إسانسيال نقدروا في الجسم تاعنا نقدروا نمشي حتى 10%. نعم. لكن الوجه فيه من عنده كاين بعض الناس عندهم بشرة تتقبل 10%. نعم لعلاج يعني أي مشكل في الوجه، التجاعيد. نعم. التجاعيد لي سيكاتريت يعني الندبات اثار البثور يعني يديرها حتى تجميل يعني نيكلا بريق لمعان. نعم. فرائعه جدا. نعود لها الوصفه على السريع. نعم. نعم. دير 3% تقدر تزيد لها مثلا تقدر تمشي حتى 5% لكن مجموع الزيوت تقدر تدير قلت زهره دمشق دير له النيغولي تاع لا ينسيتو العربية لنيغولي زيت الأساسي تعني نيغولي، وتقدر تزيد لالاباند. نعم. لما يكون ودير 5% معناتها 5 ملي انتع زيت أساسية في 100 ملي انتع زيت اللوز. نعم. هذا 5%. وإلا تقدر تستعمل زيت الأساسي تاع زهر دمشق وحده ودير 3% 3 ملي في 100 ملي انتع نعم نتاع زيت اللوز. سأل كذلك على عشبة القمح في فرنسا. لحظة برك. نعم. لهنا نتكلم على زيت اللوز الحلو. الحلو. شي المرة. نعم. زيت اللوز الحلو. عشبة القمح قالت هل فيها الفايدة؟ نعم. نوعية القمح. نوعية القمح. نعم. هي القمح كي يكون طبيعي. هي ما يكونش يعني ديناتوري فهو الأنجع وهو الأفضل سواء كان في الجزائر ولا فرنسا ولا في مكان آخر. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ فريس، إن شاء الله كنا جاوبنا على كل المشاهدين الكرام. ملتقى الجمعة المقبل إن شاء الله يا رب العالمين. نتوقف مع فاصل الغذاء والتغذية في الإسلام ثم نعود لنلقاكم مشاهدين. طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الإقلال من الأكل منافع عديدة، منها أن يكون المرء أصح جسما وأجود عقلا وأذكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا وأرق قلبا وأخشع لله. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب بنفسه المثل في عدم الإسراف في طعامه، وهو القدوة لنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر أي طعام القمح 3 ليال تباعا أي متوالية حتى قبض، والحديث في اللؤلؤ والمرجان. وعنها أيضا قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه ابن ماجه والترمذي. إن خلو المعدة من الطعام يعطي راحة للجهاز الهضمي ليبدأ للعمل الجديد بطاقة أكثر. وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن صيام شهر متتابع يعطي طاقة للجهاز الهضمي للعمل عاما كاملا بدون أمراض. ونستنتج من هذا أنه صلى الله عليه وسلم داوم على التقشف والزهد، ولا نقول تقشف بل نقول عدم إسراف في الطعام. وكان صلى الله عليه وسلم يحب تكاثر الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. يؤخذ من هذا الحديث استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده كما يفعل البخلاء، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحديث يدل على زهده صلى الله عليه وسلم في الطعام، لا كما يفعل بعض المرفهين في زماننا، إذ يقومون بملء الثلاجات الكهربائية بأشهى الأطعمة وألذها مذاقاً وأحلاها طعماً وأغلاها سعراً، ويقول: عندنا كذا وكذا، ويتفاخر على الناس بالذي عنده من حرام، لأنه لا يفعل ذلك إلا من كان مبذراً. إن كثرة الأكل تؤدي إلى السمنة المفرطة، وهي التي تصيب الإنسان بالخمول والكسل والتبلد الذهني وصعوبة التنفس. والإسلام يرفض هذا، بل يريد المسلم فتياً قوياً صلداً. قال حكيم: لا تدخل الحكمة معدة ملئت من طعام، ومن امتلأ بطنه كثر شربه، ومن كثر شربه ثقل نومه، ومن ثقل نومه محقت بركة عمره. ولم يكن من طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكل على شيء أعلى من الأرض، بل كان من هديه الجلوس على الأرض، وأن لا يعلو طعامه عن الأرض. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض. رواه الطبراني. بعد حديث طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي. وبعد أن تحدثنا عن كيفية أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقول، نتحدث هنا عن بعض أنواع الأطعمة التي أحبها صلى الله عليه وسلم والتي كان يأكل منها. كان صلى الله عليه وسلم يأكل من التمر وترا، وكان لا يجمع بين التمر والنوى في طبق، ولا يجمعهما في كفه صلى الله عليه وسلم. دعا
تحية مجددا نصفها لكل مشاهدينا الكرام، كل من رافقنا طيلة عمر برنامج ضحى القناة. فيما يلي ركن المستهلك نستقبل السيد خالد بالبواب نائب رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، نتناول وإياها موضوع حوادث المرور. فعلى الرغم من الحملات التوعوية والتحسيسية المكثفة وعلى الرغم من الإجراءات الردعية لمصالح الأمن، إلا أن حوادث المرور ما تزال تحصد عشرات الأرواح يوميا عبر طرقاتنا. لذلك كان من الأهمية بمكان التذكير بمخاطر هذه الحوادث وضرورة احترام قواعد السلامة المرورية بصفة عامة. نلقاكم مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد خالد بالبواب أهلا ومرحبا بكم وشكرا على حضوركم تلبية دعوة البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله، وجمعة مباركة على كل مشاهدين قناة القرآن الكريم. شكرا لك وبارك الله فيك. إذن موضوعنا نواصل دائما التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور، ما يكتسي هذا الموضوع من أهمية بالغة، يعني عشرات ضحايا يوميا، كان فيه حملات تحسيسية مكثفة، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه هذه الحوادث ما تزال تحصد يعني أرواح المواطنين عبر مختلف طرقاتنا. كذلك الإحصائية تشير إلى أن العامل البشري هو المتسبب الأول في هذه الحوادث، وبالتالي لابد من التذكير دائما بمخاطرها. بارك الله فيك على هذه المقدمة السيدة الكريمة. نعم. لأنه سبق لي تحدثنا كثير في هذا الموضوع، ولكن ما أدركناه أنه لازم نتكلم كثير وكثير، لأنه عندما تشوفي الإحصائيات هذه إلا وتخليك زي تفكري وزي تكلمي وتخرجي للساحة وتوعي الناس، لأنه أخطر فأخطر. الإحصائيات ما راهيش يعني تنزل مش نكونوا حنا نحبوا هذيك الإحصائيات. نعم. راهي تنزل إلى بانخفاض صغير، وهذاك الانخفاض هذاك ما يخليناش أنه نكون نستبشر إلى أمة خيرية إلى غير ذلك. نعم. الآن إحنا في جمعية أمل لحماية المستهلك، عندما نخرج إلى التحسيس ونتوعى مع المستهلك ونتكلموا معه ونرشدوه، إلا وفيه تغارات كبيرة. نعم. لكن الأسباب كثيرة، هي الحوادث المرور تعود إلى أسباب رئيسية، هي عدم احترام قوانين المرور. وهذا السبب الأول. الآن عندما ما تتكلم مع أي مستهلك يقول لك هذا الإشارات هذه موضوعة هكذا وخلاص، يعني كأنه في ذهنيته لا وجود لهذه القوانين هذه. والسبب الثاني وهي السرعة المفروضة اللي راهو يسرع بها السائق الكريم حتى وصل إلى حوادث مرور. الإحصائيات المؤخرة اللي أعطتها لنا الدرك الوطني أنه في 2019 هناك أكثر من 3000 قتيل وأكثر من 31 ألف جريح. عندما نقول إحنا يا 31 ألف جريح، هاد الناس هذوما صبحوا الناس سمحيني بهذا التعبير معوقين، يعني معوقين جسديا. فلذلك راح يكلف الخزينة تاع الدولة أموال كثيرة وكثيرة، لأنه إحنا عندما نتكلموا هكذا الناس ما يشوف الأبعاد تاعها وما يشوف النتيجة تاعها. هذاك المعوق هذاك في البيت راه هو يسبب مشاكل كثيرة، أو حتى إذا كانت ذكر أو أنثى راح يسبب مشاكل كبيرة للعائلة. وهذه الأشياء هذه هي كلها من ذهنيات الشعب الجزائري أو من ذهنيات السائق الجزائري. فيه أسباب مختلفة، عندما ما تكون طرقات غير مصممة أو الإنجاز تاعها غير منضبط. نعم. يعني حتى الطرقات يعني راهي تكون فيها تكون فيها حوادث يعني مرور كبيرة في أو حتى الإشارات اللي مش يعني محطوطة في مكان اللي مناسب لها يكون فيها كذلك حوادث مرور، أو حتى حواجز الأمنية الموضوعة في الجزائر هنا وهناك كذلك تسبب في حوادث مرور. لأنه ما لاحظناه أنه عندما يقف هذاك الإنسان يبقى نص ساعة هو يستنى باش يتجاوز هذاك الحاجز، ولما يتجاوزه راح يدير سرعة ويقول لك باش ندرك الوقت اللي فاتني، فلذلك راح يدخل في حوادث المرور. عندما السيارة توقف فوق الرصيف وتخلي الإنسان هذاك المواطن الجزائري ما يمشيش فوق الرصيف، تجي سيارة أخرى وتدهمه، هذا كذلك من سيئات اللي لاحظناها. عندما السائق الكريم ياخذ الهاتف النقال تاعو ويتكلم فيه ويفقد الوعي تاعو، فلذلك راه يتسبب في حوادث المرور هذه. الان ما علينا ان نعمله وما علينا ان ناخذ اجراءات. نعم. لانه لابد من ايقاف هذا الامر. هذا اصبحنا نحتل تقريبا خمسة عالميا او سته، لا ادري، خمسه او سته عالميا في حوادث المرور. العالم كله دار اجراءات وانخفض
في أوروبا الأسباب باينة، الأسباب تاع حوادث المرور هي السرعة أو الكحول، يعني نعم. شرب الكحول يفقد الوعي. الكحول هو موجود كذلك في الجزائر، موجود هذا موجود موجود حتى المخدرات موجودة. يعني اختبارات على مستوى الحواجز الأمنية، اختبارات يعني نسبة الكحول في الدم فيها فيه لا لا موجودة، هذه موجودة في الجزائر نعم. وفيه في عندما تجي بعض الحواجز يعني تلقائي الدرك الوطني أو رجال الأمن حتى من يتعاطى المخدرات راح إذا انتبهوا إذا انتبهوا ليه تفيقي، لأنه الآن كل 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 حاجة للسائق لازم يكون في صحة جيدة نعم. وهذا ما خرجنا احنا الاقتراحات، لأنه احنا في جمعية أمل لحماية المستهلك قمنا بواحد الورشة واستدعينا كل ما هو مسؤول وكل ما معني بهذا الأمر هذا وخبراء في هذه، وخرجنا بواحد النقاط لأنه قلنا احنا لابد نديروا أي شيء لهذا الأمر هذا نعم. باش نوقف هذا الحوادث المرور هذه. فيه نقاط بعثناهم لوزارة النقل وزارة الداخلية، قلنا لا على الله انه هذا ينتبهوا لهذا الأمر هذا. لا تسمحي لي باش نقول لك هذه النقاط هذوما. نص البيان لجمعية أمل لحماية المستهلك اللي درناها في 2010 حتى 2020 يعني تقريبا نفس الآخر، والذي يشمل اقتراحات تخفيض حوادث المرور. أولا هو تطبيق المراقبة الصحية والبدنية للسائق، يعني أنه السائق هذاك لازم كل 6 شهور يدير تطبيق الصحة تاعو حتى يشوف يجوز عن طبيب متخصص في هذا الأمر النفساني أو مرض العقلية، لأنه الأكثرية عندما نتكلموا معاه يقول لك هذا إنسان هذا مقلق هذا، لا إذا شفت هذا السائق هذا عنده هذا الأمر هذا ما تعطيلوش رخصة باش يسوق. قلنا لابد كل 6 شهور يشوف هذا السائق هذا يروح يجيب شهادة طبية عند المسافات طويلة كذلك. هذا هو الأمر اللي حبينا احنا نعم. نشرحوه، لأنه هذا الأكثرية تاع حوادث المرور هما الحافلات والشاحنات الكبيرة، لكن الأكثر الآن في 2019 الإحصائيات تقول أنه أصحاب الدراجات النارية كذلك 50% هما اللي راهم يكونوا مع حوادث المرور نعم. ثم النقطة الثانية هو رفع الحد الأدنى للحصول على رخصة السائق، لأنه الآن نقول نشوفوا السن تاع رخصة السائق 18 20 سنة، لا هذا أخطر. الشاب الآن تاع 18 سنة و19 ماهوش واعي، يعني عندما تكلمي معاه فقد الوعي، يعني ماهوش واعي واش هو شايف لهذا المجتمع اللي هو عايش فيه هو. لذلك احنا طلبنا انه يكون في ارتفاع حتى 24 سنة على الاقل. هذه بالنسبة للوزن ثقيل؟ لا هذا بالنسبة للوزن ثقيل، لانه باش هو يسوق او يقود هذيك الحافلة او يقود هذيك الشاحنة لازم يكون هالإنسان واعي، يكون دريك، يكون في سن كبير، يعني على الاقل يدرك ما راهو يقوم بتسويق هذه الشاحنه هذه او هذه الحافله. عندما تكون عندك مسؤوليه تاع اقرب من 120 شخص راكب معك لازم تكون واعي في هذا الامر هذا. ثم النقطه الثالثه هي مراجعه اداء المدارس تعليم السياقه، لانه الان عندما احنا شفنا مدارس السياقه يعني ماش مدرسه، ممكن تلقى حانوت هكذا موضوع الداخل كتابي ولوحة يقول له هذه ماشي مدرسة، لازم الآن تطويرها، لازم تطويرها يعني. لازم تدخل فيها تقنيات كبيرة باش هذاك التلميذ عندما يروح يقرأ يحس أنه هذه حاجة يعني ماهيش لعبة. السياقة هذه رخص السياقة ماهيش لعبة، هو ما يدخل يقول له قرأ هذه بعد يدي عند المهندس يشوف معاه يقول له هاك نجحت، لا لابد في نعاودوا نراجعوا هذا الامر هذا باش نصيبوا نتائج. عندما نتكلموا احنا حتى مع الشباب يقول لك انا رخص السياقه تاعي بالعاميه يعني نقول اسيوري، تقول له كيف حتى يشريها يعني. يقول لك انا اسيوري راح نجيبها اسيوري، كيف راح تجيب الفرمي تاعك اسيوري؟ هذه العوامل هذه اللي ادت كذلك لحوادث المرور اللي رانا نشوفها نعم. ثم النقطه الرابعه هو الحد من الساعات، لانه فيه بعض السائقين يعني يقوموا بنقل البضائع من ولايه الى ولايه، والولايه الجزائر تعرفها هي قاره يعني ممكن بين ولايه ولايه تفوت حتى 1000 كيلومتر نعم. فلذلك ما يستارحش هذاك السائق يقول لك انا لازم نوصل لهذاك النقطه اللي راني رايح ليها.
ثم يودع هذيك البضائع تاعو ويحاول كيفاش يرجع. قلنا على الاقل يكون فيه تبديل فوق 600 كيلومتر، يحبس هذاك السائق، يجي سائق اخر هو اللي يقود هذيك الحافله او هو اللي يقود هذيك الشاحنه. لانه الان في, في, في الصحراء الجزائر الطريق واسعه الى غير ذلك، وهي اخطر. نعم. هي اخطر يعني طريق الصحراء اخطر، في حوادث مرور كبيره اكثر يوم حافلات تاع المسافرين. صح. لانه ما فيش هذاك السائق يعني يتبدل الى غير ذلك. هذه النقطه الرابعه. ثم النقطه الخامسه، تطبيق التزام السائق البدني الاحتياطي اللي كنا نتكلموا عليها، فرض تحاليل نسبه الكحول اللي كنا تكلمنا عليها، انه لابد الان على كل الحواجز اللي موجوده تاع الامن، سواء كانت رجال الامن او رجال الدرك، يعني يراقبوا هاد الشباب تاعنا اللي راهم المخدرات هذه راهي عمت في الشعب الجزائري. ان شاء الله يرفدها ربي علينا ان شاء الله. اصبحوا يسوقوا يعني يقودوا هذه السياره بدون وعي او بدون تفكير، حتى اصبحنا يعني الشباب تاعنا كله ضحيه في هذا الامر. اذا كانت تسمحي لي، انه البارح وانا نتكلم مع جمعيه كافه اليتيم وتكلمت معهم في هذا الموضوع، يعني قالوا لي جل الارامل اللي عندنا الازواج تاعهم كانوا في حوادث المرور، يعني الموت تاعهم كانت في حوادث المرور. شوف شوف الاحصائيات اللي رانا، هو مات كما يقولوا العاميه تاعنا، يقول لك مات تهنى، هذا اخطر واخطر. لكن العائله تاعو اللي خلاها، ما فكرش فيها الانسان، راهي مسؤوليه، ما تقولش انا خلاص مت رحت خليت، لا هي مسؤوليه كثيره واحده اخرى. ثم الان لازم الردع، الردع الصارم. نعم. ما فيش هذاك التلاعب معاه، لانه اصبحنا لازم نقولوها باش يفهمها الشعب الجزائري، علما ما تنحيلو رخصه السياقه ما ترجعش، يعني حتى ترجعش هذه الاجراءات. هذا هو الامر، حتى انه راح يجيبها هذه رخصه السياقه راهو تاعك، يقول لك دوك نجيبها. يعني شوف التلاعب. يعلم كل انسان مسؤول على هذا الامر، هذا راهو مسؤول على وفاه فلان ولا فلان. نعم. ما نستهزوش في هذا الامر هذا. احنا نشكرك جزيل الشكر. لا شكر استاذ خالد بالبواب على كل المجهودات المبذوله، بارك الله فيك. ان شاء الله نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله، وموضوع جديد حمايه للمستهلك الجزائري وتنويرا له كذلك ان شاء الله. شكرا. نواصل اذا معكم، نتوقف مع فصاحه ابن عباس ثم نعود لنستقبل الاستاذ عيسى بوخدوني. فصاحة ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. صدق الله العظيم. وذكر النقير، والنقير تجويف صغير أو نقرة في ظهر النواة. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. وذكر الفتيل، والفتيل خيط أبيض تجده في بطن النواة. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. وهذه الثلاث، القطمير والنقير والفتيل، تضرب مثلا للشيء اليسير المتناهي في القلة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. صدق الله العظيم. قال ابن الأزرق: يا ابن عباس، أخبرني عن قوله تعالى من قطمير. قال ابن عباس: القطمير الجلدة البيضاء التي على النواة. قال ابن الأزرق: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال ابن عباس:
نعم. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: لم أنل منهم بسطا ولا زبدا ولا فوفة ولا قطميرا. فصاحة ابن عباس. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفضاء الطيب الذي نسعى من خلاله الى خدمتكم خدمة طيبة تنفعكم في الدنيا والآخرة بحول الله تعالى. مسك ختام فقرة برنامج ضحى لنهار اليوم همس القلوب مع فضيلة الشيخ الأستاذ عيسى بوخدوني. سنحاول خلال هذه الدقائق المعدودات التي تجمعنا وإياكم بحول الله تعالى أن نسلط الضوء أو أن نتحدث عن حق الوالدين الكريمين وتحديدا عن فضل ومكانة بر الأب. طبعا نسأل المولى عز وجل أن يحفظ أباءنا جميعا وأباء المسلمين وأن يرحم كل الأموات منهم برحمته التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. نلقاكم إذن بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ عيسى بوخدوني، أهلا ومرحبا بكم وجمعة مباركة. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أستاذة وكل السادة المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله تعالى أن يجعل يومها مباركا. آمين يا رب. وأن يوفقنا لبر والدينا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وحديثنا اليوم سيكون عن أوسط أبواب الجنة، مثلما جاء في حديث شريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظها. يعني من هذا الحديث شريفنا ود أن تكون انطلاقتنا في حديثنا نهار اليوم، حديث يعني سيكون حول حقوق الوالدين الكريمين وبصفة خاصة عن حق الوالد، حق الأب. يعني نحن دائما لما نتحدث عن بر الوالدين صحيح. يعني نركز أكثر على الأم صحيح. وننسى الأب صحيح. نعم. ولهذا اخترنا هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. شكرا، بارك الله فيك على الاختيار أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو لا شك أن فضل بر الوالدين فضل عظيم، ويكمن فضله أن الله تعالى قرن حقه بحقهم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، والباء وهذه للمصاحبة. وقال الله تعالى في أكثر من آية على حق الوالد والأم والأب، ليس أن الإنسان يعتدي عليهما، بل أمر بالإحسان إليهما. وجاءت لفظة الإحسان يعني تشمل كل أنواع الإحسان. قال الله تعالى في الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية عجيبة جدا، بيّنت فضل الوالدين وذكرت حقوقهم الخمسة في هذه الآية فقط. وقضى أي فرض الله تبارك وتعالى على عباده بر الوالدين والإحسان إليهما. وقال: إما يبلغن الكبر أحدهما، فقال بعض أهل العلم من الأمور التي تساعد على بر الوالدين أن لا ينسى فضلهما لما كان صغيرا، وأن يبرهما عند الكبر. فهو كان صغيرا ضعيفا فكانوا يهتمون به، فلما يكبرون هم يصبحون ضعفاء، فأنت الذي تبرهما بالإحسان إليهما. فنهى الله تعالى عن أدنى شيء أن يقول الإنسان أو العبد لوالديه أف. وأف من التذجر هي أصغر كلمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهى عن أكبر شيء أن لا ينتهرهما، أن لا يسبهما، أن لا يجهر بصوته عليهما. قال: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال بعض أهل العلم: أن تقول لهم قولا كريما في حياتهم وحتى بعد مماتهم. لأن الإحسان إلى الوالدين ليس فقط في الدنيا، حتى في الآخرة. في الآخرة. دليل ذلك أن الله تعالى ذكر أن الإنسان يوم القيامة يفر من صاحبته وأمه وأبيه
وصاحبته التي لكن عند الفداء نهى أن يفدي بأمه وأبيه. لهذا يود المجرم يوم القيامة لو يفتدي بابنه وزوجته ومن أقرب الناس من عشيرته إليه ولم يذكر الوالدين، ليبين أن فضلهما حتى يوم القيامة لا ينبغي أن تفضل حقك على حقهما، أن تدفع والديك إلى النار وتنجو أنت، لا، حتى في الفداء أمر أن يحسن إليهما حتى يوم القيامة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما أحق الناس بصحبتي أو بصحابتي؟ قال له: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. العلماء فسروا ما معنى لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثلاث مرات، فلها شدة الحمل وشدة الوضع وشدة الرضاع، وهذه لا يستطيعها الأب، ففضل الله تعالى الأم على الأب بهذه الأمور الثلاثة. ثم ذكر الأب، وفضل الأب سنتطرق إليه وهو فضل عظيم جدا. وقال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: كوضع الحمام جناحها على فراخها، وهو تشبيه بليغ إلى التواضع إليهما والإذلال إليهما والتوسل إليهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وادعوا لهما بالرحمة والمغفرة إن ماتوا. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان لي والدان وقد توفيا، فكيف أبرهما؟ قال: أولا أن تدعو لهما، تكثر الدعاء لهم، وأن تستغفر لهما، أي تقول: رب اغفر لي ولوالدي، أن تكثر من هذا. وقال بعض أهل العلم: استغفار الإبن لأبيه ينفع والديه حتى في القبر، يوسع الله تعالى على الوالدين إذا استغفر الولد لأبيه. إذا قطع عمل ابن آدم، نعم، يعني إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، نعم، من بينها يعني ولد صالح يدعو له، يدعو له، نعم. فهذه الآية ذكرت خمسة أمور تعين على بر الوالدين: أولا بذل المعروف، وثانيا كف الأذى، لا يكفي أنك تكف الأذى، لا، تبرهما وتحسن إليهما كذلك، نعم. وكذلك إدخال السرور عليهما في هذه الآية، والدعاء لهما والتواضع لهما. وبر الوالدين من مكفرات الذنوب، فقد جاء في الحديث أن جبريل صعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك والديه عند الكبر فلم يبرهما فقل آمين، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل. فمصيبة عظمى أن يفقد الإنسان والديه ولم يبرهما في حياته، فلا ينفع الندم، ولا بد للإنسان أن يحسن لوالديه، أن لا يحد النظر إليهما. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قيل له: لماذا أنت لا تأكل من صحن أمك؟ قال: أخاف أن تقع عين أمي على شيء تريده وأكله أنا فأكون عاقا. فالعلماء والتابعين ضربوا لنا أروع الأمثلة في بر الوالدين، نعم. وما أحوجنا أن نركز على هذه المسائل، لأننا صرنا نعيش في زماننا للأسف، يعني تجد الإنسان لما يخاطب الناس يقدم مقدمات طيبة وأداب وما شاء الله، لكن لما يخاطب والديه تجده يترك تلك هذه الأداب، صح، اللي كان معروف بها أمام، صح، الناس، وهم الأولى يعني، نعم، ويسخر في يعني يعيط عليهم. وبعض الأولاد يجادل والديه ويظن أنه يعني فهم خير منهم، صح، خاصة في هذا العصر، يستصغر يعني أبيه. لهذا لابد أن ننبه على هذه الأمور. كما أستاذ، لماذا اخترنا احنا الكلام على الأب؟ لأن دائما لما نجد مثلا في شبكة التواصل كذا تجد الإنسان يكتب: اللهم ارحم أمي، اللهم اغفر لأمي، وأبوك لماذا لا تدعو له؟ ويعني ودنا الحين في القرآن الكريم في جميع آيات البر لم يفرق بين الأب والأم فيما يتعلق بمسألة الطاعة والبر، لم يفرق بينهما، دائما أمر الله تعالى ببرهما مجتمعين في الحياة وحتى في الممات. والله تعالى ذكر أمثلة من بين البر: نوح عليه السلام، السلام، لما دعا ابنه ليركب معه في السفينة فأبى وصعد جبلا وظن أنه سيعصمه من الماء، قال الله تعالى: فحال بينهما الموج، فحافظ الله تعالى على تلك الأبوة، فلم يرى ابنه كيف غرق، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم. و
أحاديث في ذلك كثيرة في بر الوالدين. نعم، كذلك حتى نوضح أكثر فضيلة الشيخ ونصحح ربما بعض الأخطاء المتعلقة التي يقع فيها بعض الآباء في مسألة بر الوالدين بصفة عامة، وخصوصا الآباء، أنه حق الأب في البر والطاعة لا يسقط في حال ما إذا كان هذا الأب يعني ظالما أو حتى مقصرا في حقوق أبنائه، أو حتى الأب الكافر وجبت طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. طبعا قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعم، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، فأمر بالمصاحبة. وسبحان الله، الإسلام لما ننظر في بر الوالدين نجده دين الوفاء، وكثير من كبار السن من الكفار دخلوا الإسلام لما رأوا أبناء المسلمين يبرون آبائهم وتأثروا بهذه، وهذه لا غير موجودة عند الدول الكافرة. فمعروف الدولة أو الأمة المسلمة يعني كلما كبر والده كلما زاد البر إليه وزاد الحنان له وزاد عطفه على والديه، هذا غير موجود عند الديانات الأخرى. فلهذا نحن نثمن على هذا، لا شك أن هناك كثير من، بالمناسبة نحيي هؤلاء الذين يبرون والديهم في حياتهم. كما قلت يا أستاذة، حق الأب حق عظيم جدا. للأسف يعني كثير من الناس، أو أقول بعض الناس، لما يموت تموت يمه يهمل والديه، وبعض الناس للأسف يستحي حتى أن يجلس مع أبيه، وبعض الناس تجده يستصغر والده، وكما قلت يظن روحه أن أفهم منه وأفخر منه. وكلما قسى أبوك يعني عليك فهذا يدل أنه يحبك ويعطف عليك. حرص الوالد. نعم، لأنه ما يقسو عليك لأنه يحبك. نعم. وتجد مثلا هو يبكي قبل أن تبكي، ويتألم قبل أن تتألم. ولولا والدك هذا لكنت أنت وأمك ربما كعيشين برا. وتجد هذا الأب الذي تحمل الصعاب يعني غادر البلاد وتحمل الغربة والمشقة من أجل أن يكبر هذا الولد، وكلما كبر هذا الولد كلما ازداد حنينا له وحبه وتعظيمه، لكن للأسف مجرد ما يكبر هذا الولد ينسى حق والديه ويضيع هذه الحقوق ويميل إلى زوجته كما هو معروف وينسى حق والديه. بعض للأسف أنا بعض قبل أيام زرت دار المسنين فتعجبت من أحد الشيوخ هناك من كبار السن، قال لي 10 سنوات لم يزورني ولا واحد من أولادي. فتعجبت إلى درجة العقوق التي نعيشها في هذا الزمان، يعني يصل الإنسان لدرجة ينسى والده تماما، هذه من أكبر الكبائر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قرنها بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم، فقرنها بالإشراك، وأقسم الله تعالى عليها في سورة البلد: ووالد وما ولد، وأقسم عليه وأقسم على حقه. ونجد دائما في القرآن الله تعالى يقرن حقه بحق والده، لأن الله تبارك وتعالى كان سببا وجودك من العدم، ولكن الوالدين كانوا سببا لوجودك إلى الوجود. فكان لله تعالى حقا، ونجد دائما كلما يذكر الله تبارك وتعالى الوالدين إلا وقال استعمل كلمة الرب. ومن معاني كلمة الرب التربية، هو العطف والحنان. كلما يذكر الوالدين يذكر كلمة الرب، وكلما ذكر الوالدين ذكرهما بالرحمة، لأن الوالد له فضل عظيم في حياتنا، فنحتاج إلى بره وطاعته والإحسان إليه. وفي الأخير قد يتساءل المشاهدين، يعني الإنسان لما يموت باباه كيف شيء بره؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر البر أن تدعو له، تستغفر له، أن تنفذ وصيته، وتكرم صديقه. يعني إذا شفت واحد صاحب باباك أكرمه، فهذا من بر لوالديك إذا كان مات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا بر آبائنا ويرحم تقصيرنا ويرحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء أستاذنا الفاضل. نسأل الله تعالى أن يرحم جميع آباء المسلمين وأمهات المسلمين، الأموات منهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا، وأن يوفقنا ويعيننا على طاعتهم وجميل صحبتهم إن شاء الله يا رب العالمين. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم برنامج ضحى القناة. تقبلوا تحية الفريق الذي خدمكم في الإخراج: سيد أحمد بن عمر في الإشراف، حسن رجيب
ليك دليلة مولاي في سكريبت تاعنا. حسينة حداد في تسيير البلاتو، سعاد في كتابة السنتي، مسؤول الإرسال لمحمد ترمنت، هندسة الصوت مراد فرحي، التصوير بالعز زماري وصالح بودرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، جمعة مباركة، والسلام عليكم.